الخضر بشكل عام ما زالت، يوم امس اشترينا ب7 واليوم ب9000، وما زال الضمير ما زال يرجع معانا الا ريوس. لما تشتري بغالي وتبيع رخيص ما يرجعش الضمير. على مستوى الاسعار حتى الكيس العلاقي هذا ب500 ريال، على مستوى الاسعار الفلم هذه ب50 ريال. تمام، تشتري تبيع منها بعض وبعض، تبكر لما تكون مشتري عليك ب40 ريال تبكر تبيعها اربع ب100 ريال. وعلى مستوى الدسباس الكيلو ب2000 ريال، سلمت 9000. لخص بائع الخضروات في بسطة صغيرة بإحدى شوارع تعز الوضع الاقتصادي في المدينة التي ترزح تحت حصار إمامي وانهيار اقتصادي شامل، واقع الناس تحت مجاعة تشمل معظم فئات السكان. شكاوى المواطنين تزايدت من ارتفاع الأسعار الأساسية بشكل مضاعف في ظل انقطاع رواتب بعض القطاعات الحكومية وتدهور الدخل المعيشي لكثير من الأسر والمواطنين. توفير عدة كيلوغرامات من البطاطا والخضار صار من المستحيل، وولى زمن شراء الخضار بالكيلو ليبدأ واقع جديد الشراء يكون فيه بالحبة، حبة بطاط أو حبة طماط أو حبة بصل. هذا لمن لا زال مصرا على شراء الخضروات، أما الأغلبية من الناس فقد قصروا حياتهم على الأرز والزيت فقط في وجبة الغداء، والخبز والشاي الأحمر في وجبتي الفطور والعشاء. أنا جيت للسوق هذا أشتري لي طماط وبصل ودبة، الكيلو الطماط ب5 والكيلو البطاط ب5، شليت لي حبتين بروح. فخلال الأيام الأخيرة قفزت جميع أسعار السلع الأساسية والزراعية إلى معدلات خيالية، وبلغت بعض الأصناف 3 أضعاف سعرها السابق، مدفوعة بجشع كبار التجار وغياب الرقابة الحكومية، حيث بلغ سعر السلة البطاط والتي تعد من الأصناف الغذائية الرئيسية التي كان يعتمد عليها اليمنيون في وجبات الطعام بشكل يومي أكثر من 10000 ريال، في حين قفز سعر الكيلو إلى 600 ريال بعد أن كان أقل من ذلك خلال الفترات الماضية.